تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. حرص ديال هؤلاء الشباب جميعا على إيصال الصوت، سواء كان صوت يعني في قضايا ترتبط بملفات محلية أو أيضا بمتابعة هذا النقاش العمومي في بلادنا. الشباب اليوم في بلادنا يمتلك، خاصة شباب التجمع الوطني الأحرار، يمتلك ثقافة سياسية عالية جدا ويتابع التطورات بكثير من الاهتمام، لكن المحبط هو أنه حينما يتحول النقاش، خاصة حتى من المفروض عليهم أنهم يكونوا من المسؤولون على تحصين النقاش العمومي من الانحراف ومن الانزلاق، للأسف ما تيعطيوش الصورة التي يتمنوها هذا الشباب جميعا. فهذه القضايا كلها التي نقشت سوف يتم تجميعها في كتب، الغاية منها هو أنه نستثمر فيها، رصد أولا الإيجابي فيها ونستثمر في ما تبقى فيها في السنوات المقبلة. الدليل هو أنه هذا الحضور وهذا القوة في الحضور وهذا القوة في الترافع وهذا القوة في إسماع الصوت هو يعبر مرة أخرى على أن حزب التجمع الوطني الأحرار هو حزب حي ينبض بالحياة، يستمع، يدبر وفق شروط، وفق ظروف، وفق يعني صعوبات كنعرفوها كاملين، لكنه يبقى وفيا لقيمه، لمبادئه، لتعاقداته السياسية مع المواطنين ومع مختلف الشباب ديالو. شكرا. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.